عقيد معمر القذافي يترك ليبيا وبأولاده ويمشي زي ما قلت قبل كده لجمال مبارك، خد أمك يعني خد والدتك وسيب مصر. انتبه لحضرتك، قلت له كده قبل الثورة، قبل في عز المرة حديث كده. ما عملوا عليها ايه؟ ده عملوا عن طز ملف، عملوا عن دي ايه؟ انا عارف ده في موضوع تاني كان مع صوت الأمة. ايوه وقلبت الدنيا ولغوه وقفلوا صوت الأمة. ها وبعدين كان مين رئيس تحريرها ساعتها؟ عبد الحليم قنديل. عبد الحليم قنديل؟ ايوه. على فكره نشروه من اسبوعين كده تاني، نشروه تاني. كان ايام غزه وانا حزين جدا. حزين جدا ايام. قلت ايه فضلتك؟ هقول لك اهو، بس مصر بتتشتم في كل حته. قلت لهم اتقوا الله، لا تسبوا مصر. مصر عظيمه. مصر الحضاره، مصر الثقافه، مصر الرجال والنساء والشباب، مصر الازهر. لا تسبوا مصر، ولكن سبوا هذا النظام الفاسد. وانا في عز قوي بالنظام. لما جم خدوا مني الحديث في المصري اليوم كنت حزين جدا، لان موقف حسني مبارك من غزه كان موقف مخزي جدا جدا. انا مش عاوز اقول اللفظ تاني، لان يعني قلت لفظ شديد جدا. الراجل تواطؤ مخبول. قلت الراجل حتى بتاع امن الدوله لما اتصل بي قلت له يا اخي ما هو قفلوا الجريده ولغوا. قلت له يا سيدي مش مهم ده كله، المهم انتوا فين موقفكم من الراجل ده؟ انتوا امن دوله مش تكلموا يا اخي؟ كيف موقفه من غزه بهذه الصوره؟ يعني كان موقف مخزي جدا. وانا قلتها بقى وخلاص يعني، والجريده نشرتها بعد كده. يعني والله الواحد بيتاسف، لان انا دايما احب ان يعني يكون تقدير واحترامي لرئيس الدولة يعني موجود، إنما هو وصل لمرحلة خلاني ما قدرتش أقبل منه هذا.